اخد الكابتن جاد جريشه معايا على التليفون، محللنا التحكيم الكبير طبعا. كابتن جاد مساء الفل. محمد مساء حضرتك وعلى كل المشاهدين. لك مساء كابتن جهاد، ازي حضرتك؟ الحمد لله والله كله تمام. هل لك تعليق على الحالات التحكيميه النهارده في ماتش الاتحاد السكندري مع الزمالك كابتن محمد معروف؟ النهارده بنتكلم على هدفين ملغيين، بدايه التسلل والقرارات التحكيميه كانت صحيحه، والمساعدين كانوا متالقين النهارده في الطاقم محمد معروف. حاجه ايجابيه. صوتك بيقطع كابتن جهاد، معرفش حضرتك اتحرك عشان اتحرك مكاني. بقول لحضرتك حاجه ايجابيه جدا، لجنه الحكام تختار طاقم تحكيم عنده ماتش، طاقم تحكيم دولي كامل عنده ماتش في كاس العالم، يعني بيسكنوا عشان الماتش الاهم خارج مصر. تمام، فده حاجه ايجابيه لما حاجه زي كده تحصل، لازم نقول نشيد بيها. يعني لو ما عندوش كاس عالم ما كانش لعب. لا، الطقم على بعضه، الطقم على بعضه يا اسمح لي. يعني خدت الطقم كامل، يعني الحكم والاثنين مساعدين اللي رايحين مع بعض ماتش كاس عالم، يعني بنجرب نعمل تراي ماتش زي ما بيقولوا، يعني في دوري مصر تراي ماتش، الماتش الدولي تصفيات كاس العالم ده مهم جدا، فدي حاجه كويسه. حصلت مع امين عمر برضه ماتش اللي فات بتاع امين عمر، هم عندهم برضه ماتش تصفيات كاس العالم مع احمد حسام ومعاه ابو الرجال واحمد حسام، برضو الاثنين المساعدين بتوعه عملوا ماتش برضو تجربه قبل ما يسافروا لتصفيات كاس العالم، فده كويس، ده حاجه ايجابيه. النهارده معروف وطاقم التحكيم بالكامل عملوا ماتش تحكيمي جيد، انما الهدف الهدفين اللي اتلغوا سواء بتاع الاتحاد السكندري او بتاع زياد كمال للزمالك، الاثنين الغائهم صحيح، الاثنين تسلل واضح، وكان قرار صحيح من الحكم المساعد في كلتا الحالتين، وفي نفس الوقت مراجعه صحيحه من حكم الفار، وكان تسلل موجود هنا وموجود هنا. والهدفين اللي جابهم الزمالك ما فيهمش كلام، بتاع لا ناصر ماهر وبتاع الجزيره خطا، ما فيش تسلل، وبالتالي بنتكلم الاهداف كانت صحيحه. تمام، يعني النهارده التحكيم لما نلاقي حاجه جيده يا استاذ محمد بنقول طبعا بنقول التحكيم كان جيد، انما ما فيش اي قرار حضرتك لاحظته ان هو مؤثر او قرار يعني خطا أو. لا لا، بص احنا كنا بنتكلم امبارح على ماتش المصري ومشاكل الماتش المصري احنا يا كابتن انا بشوف حاجات مش مصدق. لا يعني حاجة صعبة جدا، ماتش فعلا خطأ كبير جدا، وينفع يا كابتن يبقى عندك فار؟ يعني ينفع يبقى انت عندك فار وخطأ زي ده عدي؟ انا معرفش، يعني انا مش متخيل، يعني ايه برضه الحكم ادى القرار وده سيميوليشن ومفيش اصلا في اللقطة، لا وترتب عليه طرد يا كابتن. بالظبط، ما سيميوليشن ده نظار تاني ونظار تاني طرد، فانت عندك وقت كفار تتفرج على اللقطة وتشوف المعايير بتاعه. هو طبعا الماسك لازم يبقى فيه تأثير. التأثير اللي حصل مع ميدو جابر امبارح، ان انت منعته من التقدم، دي حاجه، ماسك من المنوسط ومن بطنه اللي ما حصل بالايد ومنعته، وفي نفس الوقت كان مستحوذ على الكوره، هو اللي معاه الكوره، وهو ممكن يكون زودها سنه، يعني ده حقه كلاعب يبين الخطا، بس الخطا موجود وركله جزاء موجوده، وطبعا الانذار غير مستحق تماما. بتتكلم على خطا كبير مؤثر، بس يا استاذ محمد عايز اربطه في حاجه ثانيه، ان نفس الحكم ونفس الفار كانوا في ماتش فاركو وبلديه المحله من 10 ايام، اوكي، وطلعنا قلنا ان ركله جزاء فاركو اللي تم احتسابها ركله جزاء غير صحيحه، لان سبقها خطا على عمر جمال اللي هو اللاعب مهاجم فاركو، لما مسك المدافع شده من التيشيرت بشكل واضح، تمام، اثر عليه وبالتالي ايديه خرجت بره جسمه، فكانت الكره في ايده واحتسبت ركله الجزاء. تمام، فانت كررت نفس الطقم، يعني حكم والفار هم بعد اسبوع 10 ايام انت بتقول ان هم ما غلطوش، فبتلعبهم تاني مع ان خطاهم في ماتش فاركو البلديه كان واضح. بالظبط، انت بعد اسبوع 10 ايام حينتهم تاني، يعني بتقول للناس اللي حللت. انا بس في حاجات، اصل في حاجات مستفزه، يعني في حاجات ما بيشوفهاش غير عين الحكم، وانا اقدرها، انا مش حكم، يعني انا في الاخر كشبان وانا بتفرج، انا مش حكم، انا بحكم بخبراتي في المشاهده. تمام، لكن في حاجات انت اما تيجي تفسرها لي على الشاشه هقول لك لا في دي معاك حق يا كابتن، انما في حاجات يا كابتن واضحه وضوح الشمس. بالظبط، يعني بالضبط. مشدود ولا مش مشدود، دي عاده قدامك، والواد ايديه في وسطه ولا لا، انت شايف قلت لي ايه، هو زود شويه في اظهار الخطا ده، ده حقه. بالظبط، ده حقه يا فكره، بس في خطا موجود لازم حقه ياخده. بس حتى لو ما اديتوش بينالتي يا كابتن تقوم تطرده، مفيش انذار، تقوم تطرده تديله انذار وتطرده. بالظبط، مفيش انذار، هو انذار. واين الفار يا كابتن؟ يعني مش الفار مفترض شفنا في العالم كله اخطاء زي دي، والفار بيستدعي الحكم، بيرجع الحكم تاني يلغي الانذار، صح ولا غلط؟ يعني مش عيب، وارد عادي جدا، بس دايما نقول لحكامنا ما دام في احتكاك ما فيش سيميوليشن، يعني ما تدورش على السيميوليشن في الاحتكاك، الاحتكاك واضح والماسك واضح، يعني بتتكلم انذار ازاي؟ فهو ده السؤال اللي كنا بنساله، واحنا شفنا اللقطه كنا بنعيدها، احنا بنعيدها حضرتك معانا اهو، باينه جدا، يعني لا قصه واضحه جدا، يعني المصري من يعني له حق يقدم شكوى ويحتج. الشكوى رقم 7 ل 8
في اللي في السنه دي. فبتتكلم ده اتسمعت ايه يا كابتن؟ سبعه؟ لا ثمانيه. لا اكتر يا كابتن من المصري. انا بقول لك رقم اللي تاني من المصري ولا رقم تاني من الانديه؟ لا بكام؟ ثمان انديه. لا يا كابتن ده المصري لوحده مقدم يجي 8. لا لا انا كده. لا لا ما المصري اشتكى مره واثنين وثلاثه. هو المصري اشتكى. طب اكتر من 8 يعني. بص بيراميدز اشتكى، المصري اشتكى، انت ممكن تعدهم. طب اهو بيراميدز اشتكى. نبدا اول حاجه بدأ الزمالك وبعد كده الاهلي. زمالك واهلي وبيراميدز اشتكى. تمام. والمصري والمصري اشتكى. والمصري اشتكى. والاتحاد السكندري اشتكى. وسيراميكا كليوباترا اشتكى. وسيراميكا. وسموحه اشتكى. وسيراميكا كان معاها فرقه اشتكى هم الاثنين. مظبوط. سيراميكا وبيراميدز مع بعض. وبيراميدز قلناها في الاول. ومودرن فيوتشر اشتكى. والاسماعيلي اشتكى، ادي احنا 9. والبنك الاهلي اشتكى، ادي احنا 10. وفاركو اشتكى قبل كده في ماتش للمصري لو تفتكر. ادي احنا 11. والمقاولين العرب اشتكى مؤخرا اكتر من مره. ادي احنا 12. انت كده عدد الرقم اللي انا قلته. انا كنت مجامل اللجنه معلش. والله يا كابتن. لا ما ده معناه يا كابتن انه فعلا عندك مشكله وانت بتتفرج وما بتعملش حاجه. اصل اكيد مش كل الانديه دي كارها بريرا. لا لا يعني خالص. او داخله في صدام فردي يعني. الناس بتتكلم على عداله تحكيميه، عايزين حقهم بس. هم بيتكلموا على فكره. الشكاوى دي كلها كانت في محلها يعني. مش هقول لك ان مثلا في نادي اشتكى ومالوش حق، لا كان له حق. مظبوط. فبتتكلم على اخطاء كبيره جدا. والدنيا لا الدنيا ماشيه بسرعه مش كويس. ربنا يستر في اللي جاي. يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا محللنا الكبير كابتن جهاد جريشه، وقال انه الماتش كان الحقيقه تحكيميا على مستوى عالي، ما كانش فيه اي اخطاء تحكيميه. الزمالك كان ليه هدف اتلغى صحيح، الالغاء صحيح يعني، والاتحاد السكندري كان ليه هدف برضه الغاءه صحيح، والهدفين بتوع الزمالك صحيح 100%.